سامح وفي مايكل، واحد فيهم هياخد له كام دقيقه كده يقدم لنا الجزء خاص بالمعلومات يعني، وبعد كده هنبتدي على طول النقاش بتاعنا. وانا احب ان احنا لما نيجي نتكلم على انتساب البطريرك نتكلم عنه من مصادر الاصليه للكنيسه الاوروبيه، ما نقعدش نقول طب كان 1957 قالوا ايه، طب قبل كده كان ايه، طب القرعه الهيكليه لا مش موجوده موجوده، لا احنا نقرا المصادر الاصليه. فانا استعنت في الموضوع ده بكتاب الكهنوت المقدس والرتب الكنسيه الجزء الثاني لابونا اثناسيوس المقاري راهب وقس من دير ابو مار، بيستشهد بيه بالمراجع الاصليه اللي موجوده في الموجوده للكنيسه القبطيه. تمام، انا هقرا من الكتاب العظيم ده 270 صفحه، هقرا منه هامشين واحد في صفحه 204، بحيث ان الكلام انا مش هقول كلام مني انا، يبقى الكلام كله من التقليد. يقول ابن سباع في الباب الثمانين من كتابه، ابن سباع ده واحد اسمه يوحنا بن زكريا ابن سباع، كان عايش في القرن ال13، كان كتب كتاب اسمه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. تمام، يقول ابن سباع في الباب الثمانين من كتابه انه يختار من الاراخنة والرؤساء، خاصة الاراخنة دي جمع ارخن بمعنى واحد علماني رئيس في الشعب، واحد كبير في الشعب دلوقتي. فيقول ينبغي لذلك اجتماع الرؤساء والكهنة والأراخنة والأساقفة ويخطون ثلاثة أيام بملازمة الصلوات والقدسات في عشية كل يوم، وانتخاب ذكر من يصلح لهذه الوظيفة، وبعد الاتفاق عليه من الأراخنة والرؤساء خاصة، وليس للأساقفة في ذلك رأي ولا حديث، بل إنهم آلة صالحة لتقدمته ووضع اليد عليه إلى آخره. ويقول وهو نفس ما يقوله ابن كبر أيضا، ابن كبر ده المقصود بيه قس شمس الرئاسة أبو البركات ابن كبر، كاهن الكنيسة المعلقة المتوفي سنة 1324، كان كتب كتاب اسمه مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ده كتاب تقصي أقدم من أقدم الكتب التقصية في الكنيسة القبطية اللي بتشرح الطقس القبطي. تمام، وهو نفس ما يقوله ابن كبر أيضا، حيث يقول يكون امتحانه باتفاق أهل الاختبار من أعيان ورؤساء الأراخنة الفضلاء، ويكون المختار من يرضاه أكثر أهل طائفته، وليس للأساقفة إلا التكريس، وأما التعيين فإنه للأراخنة المقيدين الذين يكون بأهل الإقليم عارفين. انظر القس شمس الرئاسة أبو البركات صفحة 377-378. وأرى كل من ابن سباع وابن كبر القرن الثالث عشر أنه يمكن إجراء قرعة هيكلية لاختيار واحد من اثنين يتساويان في كل الشروط الواجبة، يعني القرعة الهيكلية في حالة اثنين يتساوان في كل الشروط الواجبة. وفي سنة 1957 وضعت لائحة جديدة لانتخاب البابا بطريرك، جعلت الناخبين من الأراخنة أشخاص يعينهم المطران أو الأسقف في كل إبراشية حسب ما يرى، وصار إجمالي عدد الناخبين حوالي 700 ناخب، منهم 250 من الآباء الأساقفة والكهنة. يعني ده يخالف الكلام اللي كان بيتقال قبل كده في القرن ال13 ان الأساقفة ما لهمش صوت. وفي القرن ال11 استخدم الأقباط لأول مرة القرعة الهيكلية لاختيار البابا، وذلك في انتخاب البابا شنودة الثاني 1032 لغاية 1046 65 من بطريرك الكنيسة القبطية. يعني القرعة الهيكلية ما كانش ليها وجود قبل كده، وأول مرة تم انتخابها في انتخاب البابا شنودة الثاني. البابا شنودة ده تاني من أسوأ البطاركة اللي تم انتخابهم في الكنيسة القبطية، وصلت بيه السفالة إن كان ماضي صك للشعب، إن هو كان فيه فلوس، إن هو مضى إن هو مديو إن هو هيدفعها، قال لهم هاتولي الصك ده، فدول الصك راح قطعه. فده من أسوأ البطاركة البابا شنودة الثاني اللي هو تم انتخابه، أول واحد تم انتخابه بالقرعة الإلهية، وده رد على اللي بيقول إن القرعة الهيكلية اختيار إلهي. في بطاركة يعني أسوأهم البابا شنودة الثاني. في هامش تاني أنا عايز أقراه صفحة 205، ده آخر هامش هقراه وبعد كده هيبقى أستاذ سامح يكمل. الهامش نمرة 43 في الكتاب بيقول إيه؟ ومنذ عهد ماري مرقس الرسول كروز الديار المصرية وحتى البابا كيرلس الخامس الذي تنيح سنة 1927، كان البطريرك يختار من بين الرهبان أو البتوليين باستثناء
حالات قليلة في القرون الأولى المسيحية في مصر، كان يختار من بين المتزوجين المتبدلين مثل البابا ديمتريوس الكرام سنة 189 ل 231. وابتداء من القرن التاسع تقريبا كان يلزم للمتقدم البطريركية أن يكون راهبا، وكان أقصى رتبة يكون حاصل عليها هي القموصية، وكل المخطوطات حتى القرن الرابع عشر الميلادي كانت تتوقف عند ذكر رتبة القسيسية للمتقدم للأسقفية. وأول من ذكر رتبة القموصية في هذا المجال هو ابن كبر المتوفي 1324، يعني كان آخره أن يكون قس. أول واحد ذكر أنه هو يكون أمس كان ابن كبر. وكما سنرى في نصوص صلوات إقامة البطريرك يرد ذكر رتبة القسيسية مرارا دون غيرها. وطوال هذه القرون لم ينتقل أحد الأساطفة من كرسي إبراشيته ليصير بطريركا على الإسكندرية استنادا إلى قوانين المجامع المسكونية وقوانين الآباء الرسل ولسيما قوانين كنيسة الإسكندرية، بالتحديد قانون 15 لمجمع نيقيا. وأول بطريرك كان من قبل مطرانا هو البابا يؤنس التاسع عشر الذي كان مطرانا من البحيرة والغربية وقدرسنا بطريركا سنة 1928 وانتقل في 1942. يعني أول بطريرك كان مطران أو كان من رتبة عدة الأمس هو البابا يؤنس 19 في القرن العشرين. وفي سنة 1942 وضعت لائحة انتخاب البطريرك تتفق في بعض الوجوه مع قوانين الكنيسة، لكنها لم تنص صراحة على منع ترشيح الأسقف للبطريركية. أما شروط الناخبين من الشعب فكانت كلها شروط مالية أو علمية بحتة دون اعتبار كثير للشروط الروحية. وفي سنة 1944 رسم الأنبا مكاريوس مطران أسيوط بطريرك باسم البابا مكاريوس الثالث، انتقل في 1945 توفى عاد حوالي سنة ونص من 1944 ل 1945. ثم رسم البابا يوساف في سنة 1946 وكان مطرانا لجرجا، وبعد عهد اتسم بالقلاقل والخلافات انتقل في نوفمبر سنة 1956. يبقى ده كده الثلاث بطاركة اللي كانوا مطارنا قبل ما يبقوا بطريرك الإسكندرية. وفي سنة 1957 وضعت لائحة جديدة لانتخاب البطريرك نصت صراحة على جواز ترشيح المطارنة للكرسي البطريركي، ووضع شروط السن ومدة الرهبنة للمرشح من الرهبان، فلا يقل سن المرشح عن 40 سنة وقت خلو الكرسي، ولا تقل مدة الرهبنة عن 15 عاما، كما فقد فيها الشعب نصيبه الأكبر في اختيار رعيه، وجعلت القرعة ثابتة قانونيا في اختيار البطريرك، وكانت تستعمل في ذلك قبل ذلك في حالات نادرة، وذلك عند صعوبة التفريق بين شخصين يستوفيان كل الشروط. يعني القرعة كانت بتستخدم في حالات نادرة في حالة وجود شخصين في نفس المستوى، وشفنا ان اول واحد تم انتخابه هو البابا شنودة الثاني كان من اسوأ البطاركة في كنيسة الاسكندرية. بس كده احب ان انا اكد تاني ان القرعة الهيكلية ما كانتش شرط لانتخاب البطريرك، لان الناس لما دخلت اتناقش مع الناس قال لك ان البطاركة كلهم مرسومين بالقرعة الهيكلية، وده من جهل الشعب القبطي واستغلال جهله من قبل القيادات الكنسية، لان الشعب القبطي بيبص على ان القرعة الهيكلية او اي حاجة في الكنيسة القبطية هي المسيحية اللي بتقول، لكن مفيش قرعة هيكلية في اي كنيسة ارثوذكسية او حتى كنيسة كاثوليكية باختيار البطريرك الروم، بيبقى انتخاب من المطارنة حتى الان. وما كانتش كده طول عمرها، ده الموضوع انهاك الانطباع اللي عند الاطباء هي كده طول عمرها، زائد المسيحية كلها بتقول الانطباع ده غلط. اول بطريرك في العصر الحديث تم رسمته بالقرعة الهيكلية هو كان بابا كيرلس السادس وبعض البابا شنودة الثاني. انا كده قلت اللي عندي. يبقى على كلامك كده ثلاثة هم اللي رسموا، ممكن يكون في ناس تانية اترسمت في حالات نادرة غير البابا شنودة الثاني، بس الاساس ان الناس تجتمع وتختار واحد من طبعا فادي سهل كتير يعني، وقال خلفية التاريخية بتاع التعليم الاباء الصح يعني. انا مايكل انا هحاول اخش شوية في اللائحة بتاع 57 عشان نعرف احنا ليه نرفضها يعني. بالنسبة لائحة 57 مادة واحد اللي هي اختيار القائم مقام، دي اللي هو اقدم المطارنة رسامة، ودي خلاص اتحققت، الانبا مخيل اعتذر وبقى الانبا بخمس.
الباب الثاني اللي هو في الترشيح للكرسي، مين اللي يقدر يترشح، ان هو ان يكون مصريا قبطيا ارثوذكس طبعا، ان يكون من طغمة الرهبانة المتبترين الذين لم يسبق لهم الزواج، سواء كان مطراما او اسقفا او راهبا، وان يتوافق في جميع الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية، ان يكون قد بلغ العمر 40 سنة منهم 15 سنة في الرهبانة. مين اللي بيختار الناس ديت؟ تتولى وضع قائمة المرشحين للكرسي لجنة تؤلف من القائم مقام بطريرك رئيسا و 18 عضو يختارهم المجمع المقدس، بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الآخر من أعضاء المجلس المالي العام أو نواب والحاليين أو السابقين. طبعا المجلس المالي العام ده بقى له 7 سنين ما اجتمعش دلوقتي، والأعضاء بتوعه اللي هم كانوا قبل كده نصهم مات طبعا، يعني لأنهم أصلا بيكونوا ناس من الكبارات يعني. بعد كده بيقوم داخل بقى في شروط الترشيح وإجراءات، هنختصرها عشان الوقت. مادة 8 بتتكلم على الناخبين، مين اللي هو ممكن يختار ينتخب يعني. نمرة 1 أن يكون قد بلغ من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل في تاريخ خلو الكرسي. نمرة 2 أن يكون حاصلا على شهادة دراسية عالية، أو أن يكون موظفا حاليا أو سابقا في الحكومة المصرية والهيئات بما ولا يقل مرتبه عن 480 جنيه سنويا. يعني ممكن الساعة يعني. أو موظفا بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يمثلها، ولا يقل مرتبه عن 600 جنيه سنويا. أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن 100 جنيه سنويا، واشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة. ده نص مين بيختار الناخبين دولت؟ لجنة تؤلف من 3 من رجال الدين و2 من أعضاء المجلس المالي العام أو نواب والحاليين أو السابقين، ويختار القائم مقام البطريرك أعضاء اللجنة، وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رتبة أو لأقدمهم رسامات. الناخبين بيكونوا من الفئات التالية: المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة والوكلاء والأمناء. نمرة 2 أعضاء المجلس الروحي بالقاهرة، وكلاء المطرونيات، وكلاء الشريعة في المدن والبنادق. نمرة 3 24 كاهن من كهنة القاهرة، و7 من كهنة الإسكندرية. نمرة 4 الوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من الأقباط. ما يعني نغير الاسم. نمرة 5 أعضاء ونواب المجلس المالي العام الحاليين والسابقين. نمرة 6 72 من أراخنة مدينة القاهرة، و24 من أراخنة مدينة الإسكندرية تختارهم لجنة الترشيح. 7 12 من أراخنة كل إبروشية في الجهات الأخرى تختارهم لجنة رئاسة مطران أو أسقف الإبروشية. نمرة 8 أصحاب الصحف ورؤساء التحرير ومحرري الصحف اليومية من الأقباط، بشرط أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين. دي الفئات اللي بيختاروا منها. معلومة كده، اللجنة اللي هي اختارت مش اللجنة آسف الناخبين اللي هم اختاروا بابا شنودة كان عددهم 930 واحد، 930 يعني أقل من 1000 واحد هم اللي كان ليهم حق الانتخاب ساعتها. مطارنة وكهنة وأراخنة في حاجة والناس اللي هو مرتبه لا يقل عن 600 جنيه ومش عارف ايه، كلهم كانوا أقل من 1000 واحد. في نقطة في اللائحة مش مذكورة، طلعت قديمة أصلا، فهي كان في أسقف الحبشة، كان أسقف الحبشة، وكان في 24 رجل ينتخبهم بطريرك مش بطريرك إمبراطور الحبشة، و خلاص ده اتحل. ما هو دي بس ما اتلغتش، كنت جايلها لا يتم تعديل. هو قالوها امبارح. دي في البند رقم 14 فيها نص على تعيين امبراطور اثيوبيا. طبعا مفيش امبراطور اصلا في اثيوبيا دلوقتي، هي مش مسيحيه اصلا. لعدد 24 كبيرا للمشاركه في الانتخابات، بالاضافه الى مندوب الامبراطور.
لان طبعا اثيوبيا ولا فيها امبراطور ولا كنيسه. اثيوبيا كانت جزء وقتها من كنيسه القبطيه لغايه لما استقلت في 1959 بعدها بسنتين. اللي هو كاتب المقال دوت في تعليق نوت يقول لك: وعليه لو حدث اختيار البطريرك القادم في ظل تلك اللائحه يستطيع طفل في الاعدادي ان يطعن على اختيار البطريرك في المحكمه الاداريه ويحصل على بطلانه الترشيح، ولحظاتها تستطيع الحكومة ممارسة ضغوطها على أي مرشح للإذعان لها، وإلا سيف بطلان الترشيح مسلط على عنقه وعلى أعناقنا جميعا. دي بالنسبة لأثيوبيا. في بس حتة كده أخيرة، التعليق بتاع المستشار نجيب حليم، وده نائب رئيس مجلس الدولة، وكان قدم مشروع لائحة جديدة هو شنو ده، وطبعا اتحط في الدور. المشروع اتقدم من 4 سنين 2007 من 5 سنين وما تناقش وقتها، ودلوقتي الأنبا موسى بيقول يا جماعة لا ما فيش وقت. طب ما احنا نتقدم من زمان. مين هو هي الوقت بتاع ما هو دي ليها لائحه 57 كانت في غياب بالظبط كده، يعني هما يقال اللائحه لا تعدل اثناء خلو الكرسي، في حين ان اللائحه دي وضعت اثناء خلو الكرسي. كرسي الاسكندريه هو اللي هو لا تعدل ده كان ولا ده فتوى كده منها تقليد كنيسه. لا هي الكرسي الاسكندريه كان فاضي 3 سنين من 56 وفاه البابا السادس لغايه 59 تعيين البابا كارلوس السادس. ففي الفتره دي 57 في عز مكان مفيش بطريرك. الراي بتاع المستشار بيب حليم قلنا اللي هو نائب رئيس مجلس الدوله بيقول: لائحه انتخاب بابا الارثوذكس المعمول بها حاليا خاطئة أصلا وفرعا، وبصفتي أحد القضاة الحاليين أقول أنه من العار على الكنيسة الأرثوذكسية معلمة الدنيا كلها أن يكون لها في هذا العصر لائحة مخالفة للقوانين الكنسية نصا وروحا. تمام. برضو الشهود نفسه ذكر في أول حوار صحفي له بعد توليه الكرسي انه لم يكن يخفي انتقاده للائحه الحاليه، خاصه ما يتعلق بعدد الناخبين. وقال في نفس الحوار: كنت اتمنى ان يشارك الشعب القبطي كله في انتخاب البطريرك، لان كنيسه الله مفتوحه للجميع غنيا وفقيرا على حد سواء. طبعا هو قال الكلام ده وقت كان قاعد 40 سنه ما حاولش يغير كده. وقت برضه كان في تصريح في جريده الاهرام بتاريخ 14/7/2007 البابا نفسه قال انه ليس ضد تعديل لائحه انتخاب البابا، ولكن فتح الباب لعموم الاقباط للتصويت يجعلنا لا نضمن التاثير عليه. هنا دوت تصريح يعني الامور تخرج من ايدينا. فسرها زي ما انت عايز. دوت تصريح امبارح لسه طالع للانبا موسى ان اثيوبيا لن تشارك في اختيار البطل، ودي طبعا مخالفه صريحه للائحه اللي هم اصلا بيلافعوا عنها. لازم تسقط، لازم تسقط. هي يعني نازله الجورنال ايه؟ ده في الوقت بتاع امبارح. حتى ما نزلش الرئيس، ما ينفعش، ده هو بابا بتاع حرب الوقت اثيوبيا اصلا. انا ما يعني هو بس انا يهمني الكلمه دي. دي صوره من مقاله لبطرس جيد في يونيو ويوليو سنه نظير جيد سنه 54 قبل ما يخش الدير، بيقول ان هو البطريرك كاسقف تمنعه القوانين الكنسيه من ترك ابرشياته الى غيرها. تمام. واقوال العلماء في اختيار البطريرك من رتبه غايتها قرص. ده كلام نظير جيد سنه 54 اللي صارت عليه الكنيسه المشبهه بالزوايا القرن الحالي. بالظبط. كل المقاله بيتكلم على انه ده